نحن الآن في ميدان السيدة زينب، حيث تنتشر المحال التجارية المخصصة لبيع مستلزمات شهر رمضان من تمور وغيرها من مكسرات والمستلزمات التي يقبل المصريون على يعني شرائها وتناولها خلال هذا الشهر المبارك. ومع اقتراب شهر رمضان يتزايد الإقبال على شراء يعني هذه المستلزمات من تمور مختلفة. معظم هذه التمور تأتي من خارج القاهرة وتباع هنا المستهلكين. يعني بسأل سيادتك، يعني كيف حركة البيع والشراء في شهر رمضان؟ يعني نحن لم يتبقى سوى 8 أيام على شهر رمضان، يعني هل حركة البيع كما كانت العام الماضي ولا في اختلاف السنة دي؟ لا، هو السنة دي في اختلاف من البيع والشراء، يعني في قبول السنة دي غير السنة اللي فاتت. السنة اللي فاتت زي ما تقول كانت أيام ثورة والناس قلقانة وبرضه هو كان يعني الجو كويس، بس يعني كانت برضه الناس بتاخد على يعني ضعيفه شويه، كانت السنه تعبانه شويه اللي بتاعت السنه اللي فاتت. السنه دي في قبول من الاول، يعني باينه ان هي سنه حلوه ان شاء الله. طب يعني انت شايف ايه الاسباب اللي تخلي الناس ربما يعني اقبال زياده السنه دي عن السنه اللي فاتت؟ يعني اللي شايفه ان بلح نظيف في نفس الوقت واسعار حلوه، وان الناس بتيجي بتسال على الاسعار سوى البلح سوى اليميش، فبتلاقي الاسعار المفضله والحاجه الحلوه اللي هي المفضله ليها اللي عايزاها بتلاقيها فبتاخدها، يعني بتستقرب مع الزبون. طب معلم احمد، انت يعني صاحب محل هنا تقريبا ويعني وخيمه تعتبر يعني من الخيم المميزه هنا في منطقه السيده زينب، اسالك على انواع التمور الموجوده عندك وعددها. لا ده عندي كتير، دي كذا دي كم نوع تقريبا؟ يعني بتاع دي 24 نوع عندي انا في البلح، فكل بلحه وليها نوعها، والزبون ده حسب، ده في بلحه سكوتي اسمها اسواني سكوتي بيجي يسال عليها الزبون، فيه الشبح واخد بالك، فيه اللي هي البلحه لا مش الفياجرا، اللي هي البلحه اللي هي الملاوكابي السمرة دي خلصت من عندي، في شويه منها الناحيه. لاحظنا ان في بلحه عندك اسمها المرسي هنا، ايه يعني هل انت بتتبارك باسم الرئيس محمد مرسي؟ لا دي حقيقه، دي سنه جميله، ده هو من ساعه ما مسك والبلد جيبي تمام ووشه حلو وسنه جميله ان شاء الله باذن الله سنه مرسي دي. ان ده البلحه دي بالذات انا كاتب عليها مرسي، فهي شغاله بالذات من عندي. يعني الحمد لله. بكام الكيلو معلم احمد ده؟ بنبيع البلحه دي مؤاخذه ب 10 جنيه بس بلحه نظيفه، بلحه جديده الزبون بيفتحها كده وبيذوقها بياخد منها فيها اقبال يعني. طب يعني لاحظنا ان عندك يعني عدد كبير جدا من التمور ومعظمها يعني جاي من اسوان تحديدا، بس لاحظنا ان في يعني احيانا ممكن يكون فيها بلحه مثلا فيها ربما عيوب معينه، اسباب ايه يا معلم احمد؟ لا ما هو مفيش عيوب في البلحه اللي هي اللي جايبها دي اساسا، لان انا اول ما هروح هناك هشتري من التاجر هيفتح لي الشكاره واقلب فيها واشوف البلحه اللي هي كويسه فهجيبها. فحسب طب ايه المواصفات اللي انت بتحرص على تواجدها في انواع التمور الموجوده عندك قبل ان تعرضها للزبائن عشان يبقى في اقبال، وبعد كده ما اقولش اشتريت من معلم احمد وبعد كده ولقيت البلح في مشاكل البلحه اول حاجه احنا بنفتح الشكاره هناك في السوق ونقلب فيها ونبص فيها بنلاقي البلحه هي ناشفه حضرتك في سوق العبور حضرتك فنمسك البلحه نفتحها ونشوفها فنفهمها، لان البلحه بتبقى ناشفه ما بتبقاش مسوسه من جوه بتبقى نظيفه اساس ان البلحه لما بتبقى نظيفه الزبون بيمسك البلحه بيفتحها حضرتك بياخد منها، لو الجهه نظيفه الجهه وحشه او تعبانه او مسوسه ما بياخدهاش بيمشي تفشل. نتكلم على اسعار يا معلم احمد، يعني اسعار التمور اللي عندك بتتراوح ما بين ايه وايه؟ يعني بتبدا بكام وتنتهي بكام؟ يعني تبدا من 5 جنيه عندي وبتنتهي يعني من 18 جنيه كده. 18 جنيه يعتبر اعلى بلحه عندي، 18 دي لو في اي محل تاني يبيعها ب 35 جنيه. لكن هي دي انا ببيع هنا، يعني يعتبر انا ليا زباين، انا بقالي بتاع 20 سنه في السيده زينب. فيعني ده موسم يعني بناخده، وشهر رمضان ده يعني عاده للناس كلها، والناس كلها يعني بتيجي بتاعت يعني الحمد لله ناس مصر كلها بتحتفل بشهر رمضان في البلح وفي اليميش بياخدوا، هي دي يعني فرحه ليهم. احنا شايفين دلوقتي يعني تقريبا يعني ربما بسبب ارتفاع درجه الحراره يعني الزباين محدوده شويه، هل الاقبال بيزداد مع يعني انخفاض درجه الحراره وبالليل ولا لا؟ لا هو من بعد المغرب كده فالاقبال بيخش علينا الحمد لله وبيزداد، وفي البلح وفي اليميش لان الجو دلوقتي حراره، فطبعا ما حدش ينزل دلوقتي ان الجو يعني شمس على الناس برضه، لكن من بعد المغرب ان شاء الله كده بنبص كده نلاقي الناس الحمد لله يعني في قبول كده والحمد لله. ماشي يا معلم احمد، ارجع لك تاني اشوف الاخ اللي معاك ده، ايه ناحيه بقى ايه ناحيه المكسرات.
يعني انت بقى من بدري عاوز تسجل، قول لنا بقى انواع المكسرات الموجوده والزبيب. مالكش دعوه انت بالكاميرا، بس انت ايه اشرح لنا ايه الانواع الموجوده. شوف حضرتك، يعني انت جميع المكسرات حضرتك اللي بنحتاجها في شهر رمضان، انواع المكسرات زي عين الجمل والفستق والمشمشيه وال يعني كده يعني لوز والمشمش مشمشيه والتين المجفف، كل دوت يعني ده الناس محتاج ليه في شهر رمضان وكده. والسنه دي الحمد لله رب العالمين كل حاجه يعني اسعار كويسه، واحنا متفائلين بسيد الرئيس محمد مرسي ان شاء الله يعني. وانا احب اقول للشعب يعني احنا قبل ما نغير لازم نتغير، واحنا يعني بنحاول ان احنا يعني بنبيع باسعار منخفضه عشان خاطر الزبون يبقى مرضي وكده. بس طب الحاجات المكسرات ديت وانواعها، الزبيب والمكسرات والفستق واللوز والحاجات دي، هل ده كلها مستورد ولا في حاجات انتاج مصري؟ لا كلها حضرتك مستورد، بس عندنا الزبيب هنا في اللي هو الزبيب المصري احلى زبيب. الزبيب المستورد ما بتاع مصر احلى، يعني احنا بنجيب الزبيب المستورد الزبون بيشتكي منه، انما الزبيب المصري دوت يعني الصراحه بيبقى ليه رؤيه كده وليه طعمه معين. انما عندك معظم المكسرات اللي هنا بتكون مستورده وكده بس. طيب نعود للمعلم احمد بقى صاحب المحل. معلم احمد، يعني تفاصيل اسعار الحاجات بقى، يعني المشمشيه واليميش والحاجات دي كلها اسعارها السنه دي هل زي السنه اللي فاتت ولا اسعارها مرتفعه شويه؟ لا الاسعار السنه دي حلوه قوي، والاسعار نزلت السنه دي في اليميش كله بصراحه. النبي اسعار السنه اللي فاتت كانت لا مؤاخذه جوزه الهند دي كانت 28 و26 كنا بنجيبها مش لاقيينها، كانت الشكاره ب 1200 جنيه دلوقتي بنبيعها ب 18 جنيه. يعني طب يعني معلم احمد اسالك، يا ريت تسرد لنا كده اسعار اليميش والمشمشيه المجففه والزبيب والحاجات دي كلها، يعني نعرف المواطن يعني ربما يعني الاسعار، متوسط الاسعار هنا في السيده زينب عامل ازاي بتاع الحاجات دي. لا في السيده زينب هنا يعني يعتبر عندي في الفرش ان شاء الله اسعار انا يعني عارضها حاجات مستورده. بتروح من كام لكام؟ اسعار الزبيب تبدا من 20 جنيه لحد 25 جنيه عندي. لكن الاول كانت ب 35 وكانت ب 30 جنيه السنه اللي فاتت. واخد بالك؟ طبعا المشمشيه بيبقوها ب 32 انا ببيعها ب 26 جنيه. لا احنا بنتكلم بشكل عام هنا في السيده زينب الاسعار عامله ايه؟ يعني اسعارها بتطرح مثلا المشمشيه واليميش والحاجات ديت بتروح من كام لكام بشكل عام؟ يعني المشمشيه من 26 عندي على طول ل 28 مشمشيه اكبر حاجه 28 ل 26 زي اللي انت شايف حضرتك دي. القراصيه تبدا ب 20 جنيه، الزبيب ب 20 ل 24 ل 25 جنيه، عين الجمل البندق اللوز ب 33. ليه بقى ده؟ ده لوز حضرتك، ده لوز. كام ده اللوز ده؟ ده 33 الثلاث انواع مع بعض اللي هو اللوز والبندق وعين الجمل. في كاجو ب 80 جنيه كاجو نضيف، في اللي هي العين الجمل اللي هي المقشره دي. الحاجات دي كلها مستورده؟ مستورده كله ده مستورد. طبعا حضرتك كله مستورد. البندق ده بكام؟ ب 52 المقشر. مقشر البندق واللوز ب 52. طب والفستق اللي هناك ده؟ فستق ب 70 جنيه. 70 جنيه. لا يعني اكثر الحاجات من المكسرات الموجوده اللي عليها اقبال من الجماهير هي ايه؟ لا هي بصراحه يعني كل المكسرات دي الموجوده قدام حضرتك وكل اليميش دوت عليه قبول، حتى العصاير الكياس العصاير دي اللي قدام حضرتك بياخد منها الزبون وعليها قبول الحمد لله. يعني الزبون هو اصلا شايف ان الحاجه السنه دي نازله عن سعرها، ولا في نفس الوقت الزبون ليه نظره في الحاجه اللي هي قدام منه لما بتبقى الحاجه نظيفه وبتبقى الحاجه لا مؤاخذه بايته من السنه اللي فاتت وبيذوق قبل ما بياخد. طب المشروبات يعني انا شايف عرق سوس وشايف عندك كركديه وتمر هندي والحاجات دي كلها، الحاجات المشروبات ايه اللي عليها اقبال اكتر في المشروبات؟ ما هو العرق سوس دوت والتمر دوت يعني ده والكركديه دول مهمين، يعني المهم التمر ده والعرق سوس المشروب بتاع رمضان يعني ده اهم حاجه عند المصري دوت. العرق سوس العرق سوس والتمر. طب انا عايز اسالك يعني الناس اللي هم ربما ما بيعرفوش طريقه اعداد العرق سوس، هل انت تقدر توصف لهم ازاي يعدوا يعني كوب كويس يعني كوبايه كويسه من العرق سوس ويشربوها مع الفطار يعني؟ لا هو يعني الناس ده سهل جدا، ده انت هتجيب ده انت بتنقعه بتسيبه يبيت يعني لمؤاخذه في في الميه حسب اللي انت الحاجه اللي انت هتشربها يعني حسب الكميه اللي انت هتعملها يعني للاسره اللي هي موجوده والصبيله يعني شاف اكتر اجل. فطبعا بتقعد يعني الثاني يوم يعني ما فيش يعني بتقعد عدات ساعات بتحط لها كربونات وحضرتك
وبتصفى عادي وبتشرب، ده بيبقى جميل، ده انضف من انواع انواع السوس دوت. السوس لما تاخده مننا يا حضرتك بيبقى انضف حاجه غير التاني. انت حضرتك زي ما انت شايف كده الزبون برضو ليه نظره برضو. بكم كيلو السوس ده؟ ب 18 جنيه. 18 جنيه. طيب معلم احمد شكرا جزيلا على هذه المعلومات. ننتقل الى مكان اخر هنا يعني متاخم لهذا المحل، يعني مخصص لبيع الفوانيس، ويبدو انها يعني. السلام عليكم. ازيك يا مدام؟ ايه اشتريت حاجات رمضان ولا لسه؟ اه بنشتريها اهو. ايه السنه دي ايه رايك ان شاء الله؟ متفائله ولا ان شاء الله؟ اه السنه دي غير كل سنه ان شاء الله. بص للكاميرا، بص للكاميرا. اه السنه دي غير كل سنه ان شاء الله. يعني انت ناوي تشتري الحاجات دي كلها ولا حسب الامكانيات يعني؟ لا مش كلها، يعني حسب الحاجه مش الامكانيات. في حاجات بنحتاجها وحاجات لا. طب يعني ايه رايك في الاسعار السنه دي عامله ايه؟ لا الاسعار نازله كتير عن السنه اللي فاتت، بس محدش ضمن صلاحيتها عشان نزول الاسعار دي جامد قوي. يعني الحاجه نزلت كتير قوي قوي، بس ما اعرفش يعني الصلاحيه ايه. يمكن في مثلا زياده في المعروض فبينخفض السعر، شيء طبيعي يعني. هي حاجه تقلق صراحه، يعني مش تطمن خالص، ناقص في الاسعار. يعني ما فيش ثقه مع اصحاب المحلات؟ اكيد اصحاب المحلات ناس مضمونين، اكيد انت عارفه مثلا معلم بيعينه تشتري منه فمضمون يعني. اه ما هنا تلاقي بسعر ومع البائع جايلين يعني بسعر تاني، فده يقلق. يبقى ده نفس الحاجه وتبص تلاقي سعرها اقل بكتير، فده هو اللي يقلق. لكن محلات زي كده نطمن نشتري منها. يعني كربة بيت وسيدة منزل تنصح الناس يشتروا من الناس المعروفين ولا يشتروا من بعض جايلين؟ والله مش هتفرق، في ناس بتضطر لكده وناس تضطر لكده، فاهم يعني؟ يعني في ناس بتضطر تجيب الحاجة القليلة اللي معاها عيال كتير، وفي ناس طبعا تيجي تاخد الحاجات الفخمة دي. كل سنة وانت طيب. السلام عليكم. السلام. ايه اشتريت حاجات رمضان ولا لسه؟ لا لسه جايين نتفرج او ناخد فكرة على الاسعار، بس السنة دي الاسعار معقولة جدا. والناس دي ناس مضمونة وبنتعامل معاهم كل سنة. الاسعار في متناول الجميع. وكل سنه انت شايف الاسعار في متناول الجميع، اسبابها ايه؟ هل في تغيرات حصلت ايجابيه في مصر ادت الى انخفاض الاسعار، ولا انت برضو الوضع في مصر لسه قلقك شويه؟ لا والله العظيم عشان الاسعار منخفضه، ما فيش تكدس على البيع، الناس كده ما فيش اقبال على البيع كتير وبتاع بسبب الاحداث اللي دايره في البلد. فالاسعار كويسه يعني معقوله زي كل سنه، ما زادتش كتير يعني. طيب شكرا جزيلا. السلام عليكم. ايه ناوي تشتري حاجات رمضان ولا السنه؟ ان شاء الله. بنجيب شويه بلح وبتاع. ايه الحاجه الرئيسيه اللي انت بتحرص على شرائها؟ بلح وقمر الدين وبتاع بس. يعني البلح وقمر الدين لازم اساسي يعني. اساسي في الفطار شويه عصير. عشان العصير وبتاع. طيب كل سنه وانت طيب. ايه اخبار الاسعار السنه دي في رمضان عامله ايه؟ لا والله الاسعار حلوه السنه دي يعني الحمد لله يعني ولسه يعني الاسعار كويسه لسه بدخول رمضان برضه بترخص الاسعار شويه يعني. اشتريت ولا لسه انت؟ لا لسه نازلين نشتري. انت متجوز؟ متجوز. ايه اسرتك كم فرد بقى؟ احنا اثنين والمدام ثلاثه. محمد ومريم وانا والمدام. أربع أفراد. ربنا يخليك، كل سنة وأنت طيب. كل سنة طيب، كل سنة طيب. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. إيه أخبارك بقى في الأسعار في منطقة السيد زينب بخصوص حاجات رمضان عاملة إيه؟ والله أنا إحساسي إن الثورة ما عملتش فرق في الأسعار، الأسعار زي ما هي. بل في زيادة، يعني إحنا مستنيين يعني مع دخول رمضان الأسعار تهدى شوية، لأن قبل رمضان بمدة الأسعار بتزيد. يعني شوف الأسعار ديت يعني يعني مرتفعة شوية على محدود الدخل في مصر؟ تقريبا مرتفعه لا 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 لا, لا من البندق ب 33 يعني كم موظفين هيشتري كيلو بندق هيتبقاله ايه من المرتب حضرتك؟ وبعدين سيادتك انا عايز اتكلمك في موضوع تاني خالص بعيد عن الاسعار بعد اذنك. انا مسؤول امني هنا مكتبه المخطوطات اللي في سيرة زينب هنا. المكتبه دي ما حدش يعرف في مصر كلها ان دي المجمع الثاني، مجمع العلم الثاني، المجمع العلم الثاني فيها نسخه من من وصف مصر، التلمود الماني نسخه الماني اصليه الماني وعبريه، فيها المصحف العثماني ده النسخه الوحيده على مستوى العالم. بقول لحضراتكم ايه اللي انت عاوز تقوله دلوقتي؟ يا مصر يا اللي بتخاف، يا اللي بتخاف، ويا مسؤولين، ويا مسؤولين وزاره الاوقاف، مكتبه المخطوطات اتسرقت وممكن تتسرق تاني.
بسبب البائع الجائلين والحرام. انت بتطلب بتامين مكتبه مختار. شكرا جزيلا مطهر رساله. يعني بس لحضرتك ايه رايك في اسعار السلع السنه دي في رمضان عامله ايه؟ لا الاسعار صعبه شويه. صعبه شويه وظروف ما فيش دلوقتي مع الناس. ظروف ما فيش مع الناس دلوقتي، كل حاجه غليت. النهارده البلح النهارده وصل 20 جنيه، اللي كنا نشتري ب 5 جنيه وب 4 جنيه وب 3 جنيه. النهارده القمرديني النهارده بيوصل النهارده العلبه الكيس اللي هو ربع كيلو وصل النهارده 15 جنيه. انت منين عامل حق؟ انا من ناقوس محافظه قنا. اه قاعد هنا ولا في منقوش؟ لا انا جاي هنا مامور يعني شويه بضاعه شحنت. طب هتستغل الفرصه وتشتري حاجات رمضان قبل انت وراجع علينا ولا ايه؟ ناخد على كدي. اخذ على كدي. ها بدل ما اشتري 2 كيلو اشتري كيلو، بدل ما اشتري 5 كيلو اشتري كيلو. ها والحمد لله يا باشا ويديكم الصحة. طيب كل سنة طيب. كل عام وانتم بخير. ننتقل إلى يعني الفوانيس التي تنتشر، يعني محلاتها موجودة بكثافة هنا في هذه المنطقة، في منطقة السيدة زينب. السلام عليكم. ازيك يا معلمة؟ عاملة إيه؟ كل سنة طيبة. إيه بقى الفوانيس اللي عندك دي كلها مصرية ولا في حاجة صين؟ كلها مصرية. كلها مصرية. اه مصرية. طب يعني اسعار الفوانيس اللي عندك بتتراوح من كام لكام هنا؟ من 3 جنيه لغاية 300 جنيه. من 3 جنيه ل 300 جنيه. فين الفلوس ب 3 جنيه ده عشان هذا الفوانيس الصغير. طب بتصنع فين دي؟ فين الورش بتاعتها؟ عندنا هنا. كلها في السيدة. كلها في السيدة زي؟ اه. لسه كامل. لا مش لسه كامل بس. وبركة الفيل. اه كتير. وهي كلها عندنا في السيدة هنا. طب يعني الفلوس ب 3 جنيه حضرتك؟ ده يعني ده فيه لمبه ولا ايه ولا شمعه. طب ما تجربوا لنا كده. مفيش شمعه عندك؟ عندنا الشمع في الكليزي هنا. اه بس حاسس ان هو يعني هو كان بياخدوك هديه يعني شكله تعبان شويه ولا ايه؟ لا 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 ده في منه ابيض وفي منه اسود. متين شويه ده؟ اه ده فانوس حلو. طب بكام الفانوس اللي ماسكه الاستاذ ده؟ 25. ده 25 جنيه بس معاك 25 جنيه. لا 25 جمله. جمله. طب ده برضه بتحط ايه؟ في شمعة ولا لا؟ لمبة. لمبة. ده يعني بتوصل بالكهرباء ده؟ اه سلك من هنا ولا من ده؟ اه. طب اسألك يا معلمة، يعني يعني بصراحة كده الإقبال السنة دي عامل ايه معاكي؟ في إقبال على شراء الفوانيس؟ أيوه كويس. لا والسنة السنة دي والسنة اللي فاتت حلو. السنة اللي قبلها كانت تعبانة. طب ليه انت يعني معظم الناس بيجيبوا فوانيس مستورده وبتاع، انت مش جايبه المره دي ليه؟ لا احنا ما بنبيعش فوانيس مستورده، احنا على طول كده، عشان كده احنا بنبيع جمله الصاغ. بتبيع ايه؟ بنبيعها جمله الصاغ، بنبيعها قطعي، يعني بنحوشها من رمضان لرمضان. يعني انت بتبيع بالجمله هنا الفوانيس؟ اه قطعي فعلا. اه الفوانيس الكبير ده بكام ده؟ ده 150. هات الكاميرا هنا. ده بكام ده حضرتك؟ 150. ده 150 جنيه. اه. طب ايه بقى يعني انتوا يعني شايف الفوانيس دايما مرسوم عليها يعني الفاظ الجلاله و ما عشان مناسبه رمضان شهر كريم. اه لازم تحط عليها العيد الكورونيه عشان الشهر شو شهر مفترق لازم الحاجه دي. هذا محمد طمر. طيب كل سنه طيب. انت طيب. طيب يا معلم بقى ايه بوصفك، انت موجود برضه في المحل ده يعني انت منتشر يعني؟ اه اختك. أوه. طيب قول لنا بقى ايه اكثر الفوانيس عليها اقبال في الفوانيس الموجوده دي ايه؟ اللي هو الفانوس، اللهم صل على سيدنا محمد. الفانوس دوت عليه اقبال جدا، شكله جميل ومميز. هون ده اهو. اه بكام ده؟ وبيطلق عليه اسم. اسمه ايه الفانوس دوت؟ الشمامه. الشمامه ده عليه اقبال جدا، يعني شكله صغير وفي نفس الوقت يعني شكله مميز عن اي فانوس تاني. ده بكام ده الفانوس ده؟ الفانوس ده بيعمل 30 جنيه، يعني في نفس الوقت سعره حنين. 30 جنيه اللي فوق ديت؟ اه. طب وروني كده. ده ب 30 جنيه؟ اه شكله مميز جدا وفي نفس الوقت يعني سعره حنين للزبون وكده. اه يعني ده من السنه اللي فاتت وعليه اقبال جدا. طب اللمبه بتتحط فين بقى؟ اللمبه حضرتك بتتحط هنا. السلك اللمبه بتتحط من تحت هنا والسلك بيجي من فوق. طب ايه يعني عاوزك بقى تقول لي ايه المختلف ما بين الفانوس المصري والفانوس الصيني؟ احنا طلعنا لقينا الفانوس المصري شكله كده. اه يعني يعني لون الامتن، يعني لون الافضل. المصري طبعا. ايه؟ المصري. ليه طيب؟ المصري ده يعني المصري يعني تقدر يعني تقدر تقول ثقه في الصنعه نفسها. اه. يعني فاهمني؟ الفانوس المصري هو الفانوس المصري رمضان. اه. عشان كعاده. هم من ايام الفاطميين هو الفانوس. بياخدوه كعاده هو الفانوس ده. والاصل هو ده. حتى
في الاول رجعوا راحوا للصيني رجعوا تاني لمصر. طب الفانوس اللون الاطول عمرا ده ولا الثاني؟ ده ولا العدد ده وهو ده رمضان هو ده الفانوس بتاع رمضان. الصيني لعب كلاعب مش ايه يا عم الحاج ايه رايك هتشتري فانوس ولا انت جاي من جنة؟ ان شاء الله ان شاء الله هشتري باذن الله هشتري فانوس. خلي المعلم بكام ده؟ يا بلاش والله هشتري الولد برضه. ها لا خليك اعمل لك تخفيض بقى. ها ها اعمل له تخفيض يا معلم. حاضر تمام يا باشا. هتشتري ده؟ اه هو عاجبه شكله جميل. اه لا عاجبني صح يعني. طب يعني انت 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 انت, انت حريص وين. انت حريص على شراء الفانوس ولا ان شاء الله حريص. ان شاء الله حريص وهشتري باذن الله. يعني كل سنه بتشتري فانوس لعيالك؟ لا مش شتري بس للاولاد عيال صغيرين يعني فانوس صغيره يعني. فانوس صغيره. اما ده حجمه حلو يعني كبير يعني ممكن اعلقه ايه عايزين على الباب يعني بتاعنا بتاع الشارع. ها نخلي زين على الشارع يعني بتاعنا ان شاء الله. طيب شكرا جزيلا. العفو يا باشا الله يديك الصحه. شكرا جزيلا. يعني ننتقل الى محل اخر يعني متاخم لهذا المحل تحديدا ولكن يعني يبيع الفوانيس المستورده يعني نشوف الفرق بين الاثنين ايه. ننتقل يعني ما زلنا نتجول بين المحال هنا في منطقة السيدة زينب. السلام عليكم. ازيك يا معلم؟ اخبارك عامل ايه؟ ايه الفوانيس اللي عندك دي مستوردة ولا ايه؟ مستوردة. منين إيه الفوانيس ديت؟ من الصين. ايه ده الخشب ده ولا ايه؟ لا ده الخشب ده مصري. الخشب ده مصري؟ صناعة مصرية. طب انت يعني انت راجل اكيد عندك خبرة في موضوع الفوانيس، ما انت شايف ان في فرق يعني شوف يعني الفانوس ده باين فعلا ان في مجهود وفي شغل. ده في شغل يعني اعتبر ده شغله لسه جديد وفن جديد ده. عشان الخشب فن جديد اللي هو الفوانيس اللي بتتعمل بالخشب وفي منها المعدن. طب بكام الفانوس ده معلش؟ بكام الفانوس ده؟ ده يقف بحوالي 50 جنيه. ده 50 جنيه؟ بفيش يعني انت انا شايف عندك فوانيس صيني اهيت. ده بكام ده؟ ده 7.5. 7 جنيه ونص؟ قبل الخصم ولا بعد الخصم ده؟ لا قبل الخصم. يعني ده 7.5 بعد الخصم ده؟ بتدي معاه حجاره بلاش ولا ايه؟ لا هو في الحجاره بتاعته. وده بكام ده؟ ده 3.5. ده ب 3.5 دوت؟ ده مصري ها؟ ده مصري، ده صناعة مصرية. ده صناعة مصرية. وده صيني ها؟ ده صيني. ده صيني وده صيني وده صيني. ده المعدن ده كله ده صيني. طب اسالك بصراحه بقى الاقبال على الفانوس المصري ولا الصيني؟ لا هو الاقبال كله على الفانوس المصري. الصاج. انما بالنسبه للاطفال فهي يعني بتفضل اللعب عشان خاطر بتلعب بيها بعد رمضان ففضل اللعب يعني شويه اللي هي الاطفال الصغيره. انما الكبار بيفضلوا الفانوس المصري. طيب كل سنه وانت طيب. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. ازي حضرتك كل سنه طيب؟ طيبين. ايه هتشتري فوانيس ولا لا؟ هو اكيد بنشتري فوانيس بس دلوقتي اولا هي مصر الدوله الوحيده على مستوى العالم العربي يمكن العالم كله اللي بتبقى فيها مظاهر شهر رمضان المبارك مختلف عن اي مكان والاماكن بتاعتنا بالنسبه للاماكن اللي هي فيها زي ما بيقولوا عندنا في مصر يعني اولياء الله الصالحين سيده زينب والحسين والاماكن دي هي دي الاماكن اللي فيها مظاهر شهر رمضان بتبقى بشكل ملفت للنظر سواء الفوانيس سواء شراء يمش رمضان شوال الاسعار دي كلها. هتشتري فوانيس مصريه ولا صينيه؟ بالتاكيد طبعا بعد ثوره 25 يناير لازم نشتري فوانيس مصريه. ليه بقى؟ ليه؟ لان احنا دلوقتي حبنا وانتمائنا للبلد موجود فينا والحمد لله وكل حاجه. عاوز تشجع الصناعه يعني؟ لازم نشجع الصناعه بتاعتنا عشان ننهض باقتصادنا. والدليل على كده لما تيجي تبص حواليك كلها دلوقتي كل المظاهر الموجوده دي صناعه مصريه جواها مثلا ممكن تلاقي فيه الصناعه الصينيه موجوده الكلام ده كله. لازم احنا نشجع صناعه بلدنا لسببين. السبب الاولاني عشان نعمل باقتصادنا. السبب الثاني عشان نحسس الناس حوالينا ان احنا المنتج بتاعنا في حد ذاته منتج يتم ينفع تصديره ينفع النهوض بيه تصديره لاي مكان. وبالنسبه لقناه الجزيره ممكن نقول لها كل سنه وانت طيبه زي ما بتعايد علينا كلنا جميعا. طيب وانت طيب. ربنا يبارك. السلام عليكم. فين المعلم؟ السلام عليكم. ازيك يا معلم؟ ازيك يا معلم عامل ايه؟ ايه اللي انا شايف انت عندك الصيني غالب على المصري كده يعني؟ اللصه بتاعنا والله اللي انت عملت ثانيه بس مين؟ فين اللصه بتاعك؟ المعلم المعلم اللي قاعده؟ طيب انا اسالك يعني خليه سجلنا مع المعلم الاقبال على الفانوس المصري ولا الصيني؟ ده شغال وده شغال بس بالنسبه كاقبال اطفالي اللي هو الفانوس اللي هو الصيني. ليه بقى عشان سعره ارخص شويه؟ لا عشان بس شكله مدي على اللعب وشكله الواناته حلوه والانوار والاضاءه والحاجات الشغل اللي فيه يعني بيدي شغل. قول لنا الاسعار ايه تعالى. ايه ده بكام ده؟ ده ب 17. ده سعر سياحه خالص. لا ده سعر زي الفل والله. 17 الناس الغلابه بتشتري ب 17 ده يعني ايه؟ هنعمل ايه طيب؟ ما هو مش احنا اللي بنسعر حاجه. التجار هم اللي بيسعروا. التجار بيسعروا. طب بكام الفلوس ده؟
ده ب 35. ده ب 35 عشان ده لسه نازل السنه دي. ده نازل السنه دي ده الحاجه الجديده بتبقى بتاع السنه دي بتبقى غاليه. فانوس كده يكون فيه مزيكا ولا بتاعه؟ عينيا يا حاضر. حجر يا ابني حجر. هات حجاره يا احمد. معاك العلبه دي مليانه حجاره. في حاجه زي كده؟ في حاجه زي كده؟ علاقه جين دي بتاعت السنه دي. ايه فيها؟ بتقول واحد واحد وبتطلع انوار. دي بتاعت السنه دي ب 45 جنيه. طب نشوف الاطفال بقى. اتفضل. كل سنه وانتم طيبين. هي اولا انت هتصوم ولا لا؟ هنصوم. يا راجل انت عندك كام سنه؟ انا عندي 8. 8 سنين؟ هتصوم رغم الحر ده؟ الحر شديد قوي يعني. لا هتصوم؟ هنصوم. طب انت جاي هنا ايه؟ هتشتري فانوس ولا تعمل ايه؟ لا انا جاي هنا مع ده. ايه؟ ولا جاي اتفرج؟ لا جاي اتفرج. انت من السيده زينب ولا منين؟ من السيده زينب. انت شكلك انت الزعيمه بقى وانت اللي عماله تنظري. ايه هتشتروا ايه؟ ما احنا اشترينا. اشتريتوا؟ اشترينا. اشتريت ايه بقى؟ اشتريت فانوس. تعال كده شوف ايه رايك في الفانوس ده؟ شوف الفانوس عامل ازاي؟ عامل حلو. ايه رايك في الفانوس اللي في المدفع ده؟ جميل. طب انت هتشتري فانوس مصري ولا فانوس صيني المره دي؟ لا مصري. ليه بقى؟ عشان هو احلى واحد. احلى واحد ليه؟ قولي اسمك ايه؟ مريم. مريم. ايه يا مريم؟ ايه اللي احسن؟ المصري اللي احسن؟ المصري اللي احسن. ليه طيب احسن ليه؟ عشان احنا كمان مصريين. عشان احنا مصريين. طب ايه رايك بقى في مش المفروض الثوره تخلي الفوانيس كلنا نشتري الفانوس المصري بس ولا نشتري الصيني برضو؟ لا المصري. 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 ايه طب ايه رايك في الثوره بقى؟ الثوره؟ لا ماليش كلام فيها. ماليش كلام في السياسه. ايه عاوز صوت ده؟ منين يا مريم؟ انا؟ تعالى يا استاذ انت اشتريت فانوس ولا لسه؟ اشتريت. اشتريت فانوس؟ ايه فانوس مصر ولا صيني؟ صيني. صيني؟ الثورة بتنجح. ايه؟ اشتريت صيني ليه؟ عشان حلو. الصيني احسن؟ لا يا راجل. اللي فيه اشكال احسن. فيه اشكال احسن. يعني انت شايف ان الفوانيس المصرية يجب ان احنا ايه ندخلها اشكال كويسة؟ طيب يعني كل سنه وانت طيب. يعني هكذا يعني يبدو الوضع هنا في منطقه السيده زينب. يعني تنتشر المحال المخصصه لبيع الفوانيس منها الصيني منها المصري. وان نظرنا بشكل عام الى هذه المنطقه نجد ان الفوانيس المصريه الصنع تطغو على ما عداها من فوانيس اخرى. يعني هناك من يرجع ذلك الى ربما الى ما حدث في مصر من تغيرات ومن ثوره وتغيير كبير وحرص المصريين على تشجيع الصناعه المصريه، لكن مع ذلك هناك الفوانيس المستورده خاصه من الصين نظرا لتعدد اشكالها وربما لانخفاض اسعارها مقارنه بالفانوس المصري المصنع يدويا. واترككم مع هذه الصور التي تاتي مباشره هنا من منطقة السيدة زينب. عايز اعلمك ان هو في نوع من الساده.
Thank you.